على كل حال خلونا نوسع دائرة النقاش أيضا حول هذا الموضوع. بينضم لي عبر الهاتف الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال في البداية برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، وتحياتي وتحياتي لكل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. طيب يمكن بنتكلم في ساعات بتفصلنا عن انتهاء هذه النسخه او النسخه ال 54 لمعرض القاهره الدولي للكتاب. شفنا يمكن في التقرير اللي فات ابرز النقاط انه السنه دي يمكن في حضور عربي بشكل اوسع او بشكل اكبر عن النسخ الماضيه. هل في نقاط اخرى حضرتك يمكن لمستها في هذه النسخه؟ هل في حاجات ميزت هذه النسخه عن النسخ السابقه؟ يمكن بالتأكيد هناك الكثير من الملامح الإيجابية في هذه النسخة من معرض الكتاب، وأعتقد أن أبرز هذه النقاط ما يتعلق طبعا بالإقبال الجماهيري، وتعدي أو يتعدى الرقم الآن أكثر من 2.5 مليون زائر، وده رقم كبير جدا بيؤكد أن الجمهور المصري حتى في يعني ظل ربما ما يتعلق به أزمة اقتصادية عالمية وتبعات اقتصادية على مختلف دول العالم وغيرها من الأمور، إلا أن المواطن المصري بيبرهن أنه صاحب وعي، صاحب يعني فكر، وأيضا بيقبل على المنتج الثقافي، وهذه نقطة مهمة جدا وتأتي في توقيت يبرهن على جودة يعني الوعي المصري، وأن الوعي المصري بأهمية الثقافة والتثقف حاضر في كل الأوقات. وبالتالي أنا أعتقد أن الإقبال الجماهيري في الحقيقة، خاصة أننا شاهدنا أسر، شاهدنا شباب وأطفال، كلها بتؤكد أن الدولة المصرية لديها الحمد لله قدرة على يعني إنتاج الفكر، وأيضا يعني قبول من المواطن المصري نحو الذهاب إلى هذه الملتقيات الفكرية والثقافية. وأعتقد أن ده بيؤكد أمام المجتمع الدولي، أمام المجتمع العربي، أننا بالفعل عاصمة لصناعة الثقافة العربية. وده كمان اللي بينقلنا لفكرة أن هذا الزخم في الحضور العربي أيضا بيؤكد هذه النقطة، يعني فكرة أننا نرى معظم الدول العربية مشاركة في هذا المعرض، وطبعا دولة الأردن الشقيقة كداية الشرف، كلها أمور بتؤكد كيف أن القاهرة هي يعني منارة الثقافة في المنطقة العربية. وبالتأكيد هذا المعرض بهذه النسخة أعتقد أنه حصد الكثير من المكاسب، سواء على صعيد الإقبال الجماهيري أو على طيب. صعيد أستاذ جمال في الحقيقة يمكن منذ دقائق كنا بنتكلم على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وفكرة أهمية دمج وتبادل الثقافات وتبادل الخبرات في كل شيء. في الحقيقة معرض الكتاب لا يقل أهمية عن فكرة الثقافة بس من نوع آخر. يمكن المعرض السنة دي في دول بتشارك فيه لأول مرة، الأردن ضيف شرف، في حضور عربي بشكل لافت للنظر. أهمية تبادل الخبرات، أهمية تبادل الثقافات، خلينا نقول في نشر الوعي وتوسيع رقعة الوعي بشكل كبير بين مختلف الدول العربية وأيضا الغير عربية. أستاذ جمال، يمكن هنا بتأتي النقطة الأبرز فيما يتعلق بالدولة المصرية التي تؤمن بفكرة ائتلاف الحضارات وحوار الثقافات وحوار الحضارات، وده بيأتي من خلال هذه الفعاليات التي تحرص الدولة المصرية على مشاركة كافة الأشقاء في القارة الأفريقية أو في المنطقة العربية فيها. وبالتالي بنتحدث عن فكرة حوار الحضارات والثقافات المهم جدا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ البشرية إنجاز التعبير، في وقت بتشتد فيه الصراعات والخلافات في المجتمع الدولي.